بسم الله الرحمن الرحيم. سيد وزير الكهرباء، سادة كبار المسؤولين المصريين، أعضاء السفارة الصينية، الضيوف الكرام، أساتذة وعمداء الجامعة، وأبنائي وبناتي، أتحدث باللغة العربية. هذا درس تعلمته من أحد بنات الصين، رئيس الوزراء تشوين لاي. أنا أعرف الصين وأزورها منذ عام 67. كم سنة دول؟ حوالي 50 سنة، عندما تركت مصر إلى الكويت والولايات المتحدة، وكنت ضمن وفد كويتي من كافة الجنسيات اللي عايشة وتعمل في الكويت إلى دولة الصين، وتشرفنا بمقابلة رئيس الوزراء تشوين لاي ومجموعة من المسؤولين. كان يتحدث باللغة الصينية، وهناك مترجم يترجم إلى اللغة الإنجليزية، باعتبار أن الوفد كان بيضمن مجموعة مختلفة من الجنسيات، مش عرب بس. دعونا على العشاء، وكان يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة أكثر من لهجة ولغة أكسفورد. فسألته، قلت له تسمح لي أسألك، أنت تجيد اللغة الإنجليزية أفضل من أبناء إنجلترا، لماذا في الصباح كنت تتحدث باللغة الصينية؟ فقال لي سببين. السبب الأولاني احتراما لبلدي ولغة بلدي الصين. السبب الثاني ان وقت الترجمة بيديني فرصة للتفكير في الرد بأسلوب جيد على السؤال، وبالتالي ايضا عندما استمع الى الترجمة أقدر أجهز نفسي أكثر للرد الصح. عشان كده أنا خدت الدرس ده وبحاول أطبقه. أنا سعيد النهاردة، ومبارح كنا على العشاء مع بعض قيادات الجامعة وضيوفنا من الصين. أرجو أن يكون الترجمة إلى الصيني شغالة ولا؟ وتحدثت انه اذا كان للجامعه، جامعتنا، ان تتصل وتخلق مجال للتعاون في البحث العلمي بل التدريس والانشطه الاخرى، فليكن مع الصين، مع جامعه في الصين. وقلت ان احنا لازم نمشي في هذا الاتجاه بكل الوسائل، وبطلب من الجانب الصيني والجانب المصري اللي هيقعدوا مع بعض النهارده ان شاء الله، يتكلموا على الساينس بارك ويتكلموا عن الطاقه وتوليد الطاقه، انه تمتد احلامهم الى اقصى مدى. الجامعه ومجلس امناء مستعد ان يمول اي مشروعات مشتركه حتى لو في الصين. مصر بلد فيها كل إمكانيات البحث العلمي، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. لدينا شمس تقريبا طول العام، لدينا رياح في أماكن كثيرة، لدينا قدرة، وهذه الجامعة تتميز بأساتذتها وطلبتها وتوجهها للبحث العلمي. فبطلب، وبالصدفة العظيمة أن معنا السيد وزير الكهرباء، الجامعة أما تنشئ العلاقة مع الجامعة الصينية إن شاء الله هتكون على اتصال بالوزارة بمن تحددهم، عشان نقدر نخدم التقدم في مجال الطاقة في مصر. أنا أعرف الصين كويس، أعرف الصين أكتر من معظم الصينيين اللي هنا. على مدى 50 سنة أعرف الصين، كنت بلف قرى الصين
67 68 عشان اشتري السجاد الصيني اللي كنا بنسميه الشنوا، وكنت وكيل الصين، كل مصانع الصين طبعا بتركز في مكانين للتصدير في كل بلاد العرب بدءا من سلطنة عمان لغاية لبنان. أعرف الكالتشر الصيني، أشاهد وأقرأ كل ما يكتب عن الصين إعجاب بلا حدود، كيف تمكن الشعب الصيني من تطوير نفسه ليصل النهاردة إن إحنا في أمريكا وأنا عندي مصانع في الولايات المتحدة، وعندنا مصانع في إنجلترا، وعندنا مصانع في الصين لصناعة السجاد والخيوط والغزل. بنسمي الصين مصنع العالم، هي مصنع العالم. ماتت صناعة الأثاث في هاي بوينت وولايات كثيرة في الولايات المتحدة، وأصبح كل مهمة صناع القدم أنهم نقلوا المصممين بتاعهم وإدارات التسويق حتى إلى الصين، وكل الإنتاج أصبح في الصين. ما بالك بالصناعات المتقدمة الأكثر تقدم. كيف نجحت الصين فعلا؟ أتمنى إحنا ننقل لحكومتنا في مصر عناصر النجاح في الصين. واحد، حكومة مركزية قوية بلا حدود منذ وقت الزعيم ماو تسي تونغ حتى الآن. حكومة إدها جديدة باطشة. نظام تخطيط مركزي ما يخرش المية زي ما بنقول في مصر. تخطيط مركزي جيد جدا لا يترك مجال للفلسفة ولا الاجتهاد. وعندما يتغير مسؤول لا تتغير معه أجندة استراتيجيات أو سياسات الوزارة أو الحكومة. ده حقيقي. وده اللي عمله الصين. بعد كده متروك القطاع الخاص والقطاع الحكومي انهم يشتركوا ويشتغلوا، انما في حدود الالتزام الكامل بالقواعد والنظم اللي بتحطها الإدارة المركزية في الصين. عملنا أول مصنع في الصين، كان هناك ما يسمى، كان ليا فلوس في الصين، وأنا قلت امبارح لزملائي اتعشوا معانا إنه كان هناك مسابقة أو مناقصة لفرش أكبر فندق في بكين، 1200 غرفة. والوكيل بتاعنا في الصين حينئذ ما كناش وجود لسه هناك إلا من خلال التصدير، خد المناقصة أفضل نوعية بأقل سعر. رفضت الحكومة إنها تديله نقد أجنبي دولار، وقالت له اشتري إنتاج صيني. أنا بقى عنيد، فقلت له خد العملة الصينية. أعمل بيها إيه؟ قلت له خدها لحساب وهنحطها عندك. وعملت، فضلت الفلوس. كان في حاجة اسمها مجموعة الخمستاشر، مجموعة من الدول الأخذة في النمو، كانت الصين عضو فيها، ومصر والهند والبرازيل وهكذا، وأنا كنت رئيس اتحاد الغرف التجارية في هذا الاتحاد. في يوم من الأيام السفير الصيني قال لي أن هناك وفد من الصين حاكم مقاطعة كذا، ومعه وفد جاي ممثل للحكومة، وجايين عاوزين يقابلوك. أنا اتصورت إنهم جايين عشان عاوزين يدخلوا في الاتحاد بتاعنا، وإنما لما قعدوا بعد أعمل برزنتيشن قالوا لا 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 لا، ده إحنا جايين ناخدك أنت. نعم، إحنا جايين محددين مجموعة من المصانع في العالم في كل تخصص يصلح للمقاطعة بتاعتنا، وأنتم كنساجون شرقيون على رأس مجال صناعة الألياف والسجاد الميكانيكي. طب إيه اللي حصل؟ زملائي أنا طبعا عاوز، قلت له ما إحنا موجودين بنصدر. قال لا مش كفاية، أنا عاوزينك تصنع. لا أطيل، بعت مجموعة من زملائي قالوا، وبعدين قال لي رئيس الوفد اللي هو الحاكم، قال لي بصراحة إحنا عندنا قواعد عامة
للحوافز للمستثمرين الصناعيين وضعتها بكين، وأنا وغيري من الحكام كنا تحت الترابيزة كده بندي حوافز إضافية عشان نجذب المستثمر إلى المحافظة أو المقاطعة بتاعتنا. جمعونا بكين من أسبوعين وقالوا لنا الكلام ده احنا عارفينه وحنبطله. وصل معاود دل النمو في الصين فوق 13%، وبالتالي لا، كل واحد هيلتزم بالإيه؟ بالقواعد العامة في مزايا الاستثمار. حاكم المقاطعة دي وهو صديق عزيز حتى الآن قال لي أنا الحقيقة جه في بالي فكرة شيطانية، هو بسميها شيطانية، إن هو قال لهم بس أنا متكلم مع حوالي 20 شركة عالمية ووعدتهم بالمزايا الإضافية، فادوله شهر مهلة من يبدأ التعاقد والالتزام بإقامة المشروع في الصين ياخد المزايا دي إما كانش. ورحنا هناك أخذنا الأرض بلا مقابل، طبعا ما فيش تمليك إنما هي أرض حق انتفاع أظن 49 سنة أو 99 سنة، وخدنا كل المزايا اللي تخطر على بال مستثمر بيطالب بها. هل نستطيع احنا من خلال هذه الجامعة انها ننقل الحكومة بتاعتنا هم بيعملوا ايه؟ كيف نمت الصين؟ ده درس. اعتقد ان البلد الوحيد اللي يصلح لنا ان نقلده وان نتبع خطاه في التنمية وفي الإدارة الحكومية هي الصين. هنا أنا بدعو الجامعة الأساتذة أنهم يقروا عن التنمية في الصين، وخلونا نعمل حلقات وهنتعاون مع السفارة هنا حلقات كل شهر، حلقات حوار عن كتاب مكتوب عن التنمية، وأنا عندي عدد كبير من الكتب أو الكتب اللي تشوفوها عن التنمية الاقتصادية والصناعية كيف تم الصين، كيف حمت الصين الصناعة بتاعتها، ازاي قدرت تقاوم جبروت الولايات المتحدة في الضغط على الصين فيما يخص سعر التعادل بتاع العملة، وفيما يخص مطالب أوباما بوقف استيراد قطع الغيار من الصين وغيرها، ازاي قدرت الصين تحمي الصناعة. سنة من السنين قفلوا الجمارك في الموانئ الصينية لمدة أسبوعين بحجة وضعوا نظم جديدة للكمبيوتر بتاع الجمارك. طبعا احنا فاهمين ليه، عشان كان زحف الاستيراد زاد، فلما يقفل اسبوعين من 54 يعني قفل 5% من السنة، عندهم جرأة وقدرة على تشجيع وحماية الصناعة والانتاج. الصين النهاردة هي الدولة التي يجب ان نحتذي بها. لو قدرت الجامعة البريطانية أن تنقل لحكومتنا ولوزارتنا والمسؤولين عندنا إزاي الصين بتخطط، إزاي الصين بتشجع الاستثمار وفي أي مجالات، وإزاي الصين بتحمي الإنتاج والصناعة فيها. ده المطلب الأولاني للأساتذة، المطلب السيد رئيس الجامعة والعمداء، لغاية لما نعمل كلية بسموها الأرت فقط مش كده، اللي هي الكلية اللي فيها الدراسات اللغوية أو اللغات، أرجو أن تكون اللغة الصينية هي اللغة الأولى إلى ندرس. إلى أن يتم ذلك أنا بدعو، ومش هنحمل ميزانية الجامعة حاجة، أنا شخصيا هتحمل المصاريف، أن هنعمل فصول لتعليم الطلبة لمن يرغب من الطلبة والطالبات دراسة اللغة الصينية. سر هقوله لكم كأبنائي وبناتي والجماعة الصينيين هيقفلوا ودنهم، اللغة الصينية خلال 7 سنين هتبقى اللغة رقم 2 في العالم. يعني ايه؟ يعني اللغة الانجليزية باعتبارها سبقت ثم اللغة الصينية. عشان كده انا بقول كل واحد يعلم اولاده، وانا اعلم اولادي وبناتي من يرغب اللغة الصينية. هنتعامل عون مع المركز الثقافي او الادارة الثقافية في السفارة ان شاء الله مش كده، عشان نحصل على أفضل مناهج وأفضل أساتذة لتدريس اللغة الصينية. لا أريد أن أطيل، إنما بقول لضيوفي من الصين أهلا بكم، وبقول لزملائي هنا
في الجامعة البريطانية. الساينس بارك مهم جدا يا دكتورة نادية. دكتورة نادية كانت وزيرة البحث العلمي في مصر في فترة متميزة، إنما هي وزملائها تحت زعامة الدكتور يحيى عاوزين نشتغل، عاوزين نحط الساينس بارك، وهنصرف عليه كجامعة إلى آخر مال. وياريت تركزوا في الطاقة إكراما لحضور أعز الناس عندي وزير الكهرباء. وزير الكهرباء المصري من أعظم علماء ومهندسي الكهرباء في العالم، وأفضل مكتب كان في مصر. ومش عاوز أقول كان بيدخله قد إيه في اليوم أو في الشهر، لأن أنا كنت أحد عملائه، لكنه فجأة قبل أن يكون وزيرا. فأنا حزنت وطلبته بالتليفون، مش كده؟ قلت له يعني أنا حزين، قد ما أنا فرحان إن واحد زيك يمسك وزارة في ظروف مصر النهاردة، إنما حزين على اللي أنت بنيته وعلى الضرر الشخصي اللي هيعود عليه. فقال لي كلام خلاني دمعت في محبته البلد واستعداده للتضحية. إحنا هنركز على الدراسات اللي تهمك مع الوزير، وأيضا هنركز على غيرها من الدراسات. هنبعت، أرجو أن احنا نتفق يا دكتور أحمد أن مجموعة من الأساتذة عندنا يروحوا الصين الجامعة بتاعتهم يدرسوا، نبعت بعثات من المعيدين يدرسوا هناك وياخدوا دراسات عليا، نستخدم أساتذة من الصين عشان يدرسوا عندنا في الجامعة البريطانية، نتبادل الطلبة على نفقتنا، طلب الصينيين يجوا على نفقتنا هنا، وأيضا الطلبة المصريين يروحوا. لا أريد أن أطيل، لكن أنا سعيد وبقول أنه لو قدرنا كقيادات للجامعة البريطانية أن نستفيد من هذا الاتصال اللي تبلور النهاردة في بداية، في اجتماعات حتتم ما بعد هذا اللقاء فيما يخص الساينس بارك، وأنا سمعت كلام عظيم عن الساينس بارك اللي موجودة في عندكم المرتبطة بالجامعة، وانتربرينيرشيب وكثير من البرامج. بشكر حضراتكم مرة تانية، بأعبر عن تفاؤلي بمستقبل بلدي مصر. مصر هتكون دولة عظيمة طالما فيها ناس أساتذة وطلبة زيكم، وأنا متأكد أنها حق النجاح. مطلوب أن احنا نلاقي الطريق، واحنا ابتدينا الطريق ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.